أول شيء حطيت الجاج عندي ليسلو، بعدين قمت الزفرة تبعه وحطيت له المطيبات. هلا لبين ما يستوي الجاج، أنا هون عندي حطيت سمنة وزيت، بدي أقلي فيهم الملوخية مع الكزبرة والثوم. فهون أنا عندي حضيف الثوم، وقلبهم مع بعض، بس ننتبه ما ينحرق الثوم والكزبرة. هون عندي مكعب ماجي فتفته كمان حقلي معه. هون عندي الملوخية أنا بفرزها، وقت بدي أطبخها بطلعها قبل بيوم بحطها بالبراد وبقليها. طبعا الملوخية كل ما قليتوها كتير كل ما طلعت أطيب، بس بتكون تنتبهوا لأنه بتنحرق بسرعة، فبتكون تضلوا عم تحركوها. كل ما عم تقلوها حاولوا تفكوا الوراق عن بعض. هلا حضيت الثوم المسحيح كمان قلي معه شوي هيك، بعد ما قليتها تاخذ لون شوي. هلا بضيف لها المثل بعد ما قليتها منيح، حضيت المي اللي سلقنا فيها الشاش هيك. بعد ما ضفت المي، بس ما لازم كتير يغمرها، يعني بس ليغطي شوي الملوخية، هدي عليها النار وغطيها لحتى تستوي، وحضف لها بعدين الدجاج. بعد ما نشفت كمية منيحة كبيرة من المي، حضيف الدجاج المسلوق، حضيف الملح، حضيف كزبرة ناشفة، هرجع هدي النار وغطيها لحتى تستوي.